ينقلنا فيها السيد الفقيد قدس سره الشريف وتلك سمته. فمن طالع أو استمع إلى محاضراته يجد فيها الروحية في الأخلاق، الروحية في العبادة، الروحية في الكلام. ومن استمع إليه يجد أنه إذا نقل شيئا عن والده يقول السيد الوالد، السيد العم. فهذه الكلمات هي أقرب الكلمات الودية والأخلاقية بالتقرب إلى نفس ذلك الشخص. وبهذه التقاربات نحن نحتاج إلى تقرب أكثر. التقرب هو إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ حيث ينقل عنه ومن المقربين الذين عاشوا معه أنه على مدى سنين طويلة لم يطلب أمر واحد من عائلته، حتى أنه في بعض المرات كان جالسا واحتاج إلى كأس، على كلامنا غلاس، فقام بنفسه فقالت له ابنته لو قلت لنا لأتيناك به. فهذه أين نحن منها؟ في الواقع يعني حتى أنا أذم نفسي بهذا الشيء، لم نلتفت لهذا الشيء. نرى إذا نريد إحنا ورقة كلينيس نقلب البيت نصيح لهم كلهم سلسلة، نبدأ من الشبير للصغير على مود يجيبوا لنا ورقة الكلينيس وغيره من الأشياء الأخرى. فالتحلي بالأخلاق النبوية هذا نوع من الترفع الروحي والأخلاقي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث طويل وأختصر، من المقتطفات التي ترشدنا وتقوي أواصرنا بالله سبحانه وتعالى بأهل البيت وبأهل البيت عليهم السلام هي المقولة، حيث يقول في مقولة أخرى: بعد أيام قلائل لا يبقى منا أحد على قيد الحياة. هذه سنة الحياة، كلنا لم يبقى أحد منا في هذه الحياة. وتذهب كل أموالنا ولا تبقى منا إلا الأعمال الصالحة، فلنبادر إلى الإكثار منها. ننتبه إلى الإكثار منها، أي بمعنى خلي أولد فد نقطة في نفسي أنه أنا أستقل الكثير. يعني أنا إذا أعمل شيء في أهل البيت أو في حق أهل البيت أقول هذا قليل، أعمل الأكثر، خلي أكون مبدع مخترع مكتشف في التقرب بأخلاق أهل البيت، لا أكون مقلد وعلماشي مثل ما يقولون. فلنبادر إلى الإكثار منها، ومنها المشاركة في مجالس وشعائر أبي عبد الله الحسين. صلى على محمد وآل محمد. يروي صهره الأكبر الحاج حامد النواب يقول: نحن سنويا نقيم مجالس عزاء فاطمة الزهراء عليها السلام في أصفهان، وكان يحضر المجلس السيد الفقيد رحمة الله عليه. يقول: شاهدته حينما أكمل الخطيب المجلس ونزل وأراد أن يذهب، يقول أخذ يمشي وراءه حافيا حتى أوصله وأخرجه من الدار. فيروي الحاج حامد النواب يقول: ذهبت إليه يا سيد، يعني وين أنت رايح وراسي؟ فأجابه: هؤلاء خطباؤنا ومبلغينا من أجل الإسلام، لا بد من تعظيمهم وتقديسهم لأنهم ينشرون الإسلام لنا. نلاحظ هذه القدسية والروحية، بحيث أنه هو رجل دين ومرجع وآية الله، ولكنه أمام شعائر أبي عبد الله الحسين
يمشي حافيا. فالتمسك بشعائر أبي عبد الله الحسين والإكثار منها، كل تلك الأمور تمد من نشر الإسلام وأخلاق أهل البيت، وتذكرنا هذه الشعائر بقولة الحوراء زينب عليها السلام حينما قالت: والله كلما عمد رؤوس الشرك والضلال على أن يطمسوا ذكر صاحب هذا القبر ما ازداد إلا شموخا في السماء. فبهذه القصص والعبر والمواعظ، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محبة الحسن والحسين الثانية رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محبة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الثالث رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذه المواعظ والعبر نحن نتقمص بل نتخذها سلوك لنا لأنفسنا لعاداتنا، أن نسخرها لما يرضي الله لنسائنا لأولادنا لبناتنا بدون تردد، فإن في ذلك صلاح الدنيا والآخرة. و أفضل ما قاله عمه السيد المرجع آية الله العظمى السيد الصادق الحسين الشيرازي، قال: حقا إنه كان طبقا لقول الإمام عليه السلام: من كان من الفقهاء حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يوفقنا للسير على هدى أئمتنا وعلمائنا، وأن نقدسهم ونعتبر من حياتهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم. والآن مع الفقرة التالية للأستاذ الدكتور أبو ميثم، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نعيش الذكرى السنوية الأولى رحيل آية الله العظمى سيد محمد رضا الشيرازي، ونفجع بعالم آخر وهو آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجة الثومني. نقدم العزاء لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ولمراجعنا العظام وللأمة الإسلامية بمثل تلك المصائب، ولنا في فقدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة الأطهار إلى الإمام الحسن العسكري عزاء في مثل هذه المصائب، ونسأله تعالى جلت قدرته أن يتغمد علماءنا بواسع رحمته. بالحقيقة أبحث عن تعبير لمدى ما أشعر به في مصاب هذا العالم، ولكن يقول أنها الصدمة. عادة عندما يصدم المرء بفقد عزيز فإنه يصدم لفترة من الزمان، لكني أشعر أننا وبعد مرور سنة على وفاة